قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ثم قال وهو يطعم ولا يطعم. هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا غني عن أن يطعم، بل هو يطعم كل أحد سبحانه وتعالى ويعطي كل، هو الرزاق سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله هو الرزاق، هو المعطي، هو الواهب سبحانه وتعالى. يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فالله صمد غني جل في علاه. ولذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم له أحد الأنصار طعاما فدعا له صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يدعو قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وجاءت قراءة يطعم لكنها يعني ليست سبعية، ليست من القراءات المتواترة.